تستمر الاحتجاجات في مناطق لبنانية مختلفة لليوم الخامس على التوالي، وقد خرجت الاحتجاجات بعد أن تجاوز صرف الدولار 10,000 ليرة لبنانية للمرة الأولى منذ بدء ارتفاع سعر الصرف العام الماضي. وأقدم محتجون في العاصمة ومناطق أخرى على إقفال العديد من الطرق والجسور احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية. معنا من بيروت مراسلتنا لاريسا عون. أوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية، كيف يعني يتعاطى اللبنانيون مع تدني قيمة الدولار إلى هذا المستوى، عفوا الليرة اللبنانية إلى هذا المستوى لاريسا؟ فضيلة، غضب كبير في الشارع اللبناني بعد وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، تجاوز اليوم 10,000 ليرة لبنانية للمرة الأولى منذ بدء ارتفاع سعر صرف الدولار العام الماضي. هذا الغضب يترجم بتحركات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية، تحركات مستمرة لليوم الخامس على التوالي في بيروت وجبل لبنان والبقاع، في مناطق شمالية أو جنوبية، إن كان ذلك عبر قطع طرقات رئيسية داخلية أو فرعية لمدة تتجاوز الساعة أو الساعتين، أو إن كان ذلك عبر مسيرات تجول الشوارع كما جرى اليوم في مدينة طرابلس شمالا، وحاليا هناك مسيرة انطلقت منذ بعض الوقت من هنا من ساحة الشهداء ببيروت وتسير حاليا باتجاه المصر المركزي في شارع الحمرة. هناك غضب كبير على هذه الطبقة الحاكمة التي تقف متفرجة على معاناة اللبنانيين التي تزداد يوما بعد يوم دون أي إجراء قد يحد من هذه المعاناة. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب ومنذ بعض الوقت حاول أن يخاطب اللبنانيين ويؤكد لهم أن حكومته تتعامل مع هذه الأزمة ضمن الصلاحيات المعطاة لحكومة تصريف الأعمال، ولكن اعتبر أنه لا يمكن تحميل هذه الحكومة مسؤولية ما يجري. هو هدد بالاعتكاف ووقف العمل للضغط نحو تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا أن الأزمة كبيرة للغاية وتتطلب تشكيل حكومة سريعا للبدء بالإصلاحات الضرورية، للبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من معاناة اللبنانيين. طبعا نتابع هذا الخبر العاجل من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب، يقول بأن أمامه خيار الاعتكاف وهو جاهز كما يقول في هذا طبعا الخبر العاجل الوارد الآن على قناة سكاي نيوز عربية. شكرا لك لاريسا عون مراسلتنا في بيروت.